وضع النبي دم الحسين في قارورة خضراء، لأن اللون الأخضر هو لون الحياة، وهذا ماذا يدل على أن دم الحسين حي إلى يومنا هذا، ويبقى حي ولا يموت. يمتد به الحياة، وهو حي هذه الميزة الأولى، والخصوصية الأولى لدماء الحسين أو لدم الحسين عليه السلام. الميزة الثانية أيها الأحبة، أن دم الحسين لا يسكن من الفوران، يقول الإمام زين العابدين يروي الرواية عن الإمام الحسين عن أبيه الإمام الحسين، يقول: ولدي يا علي إن دمي والله لا يسكن من الفوران حتى يأذن الله لخروج الحجة الإمام المهدي، حتى يقتل على دمي من الكفرة والفسقة 70 لا يهدأ من الفوران حتى يخرج الحج. من خصوصيات هذا الدم المبارك حسين، الخصوصية الثالثة والأخيرة، وإلى الخصوصيات كثيرة واقعة ومميزات لدم الحسين، أنا أختصرها في هذه الميزة الثالثة، أن دم الحسين لو أنه سقط على الأرض لصاخة الخلق بأهلها. وعندنا رواية في حق النبي أيضا، النبي لو سقط زمان النبي صلى الله عليه سقط الدم مو جسد، نعم جسد الحسين سقط على الأرض ومبطع على ضوغاء كربلاء، أنا أتكلم عن الدم، خصوصية الدم الذي ملأ به كلتا يديه ورماها إلى السماء، هذا الدم الذي أنا أتحدث عليه في هذه الليلة، ليس بدن الإمام، بدن الإمام على الأرض، ولكن الدم الذي رماه بكلتا يديه هذا لو سقط على الأرض لنزل العذاب كما في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك شوف هنا نفهم تفسير اللي نقول احنا السلام عليك يا رحمة الله واسع، شوف شلون رحمة الحسين حتى على أعدائه. الشيخ الوحيد الخراساني هذا أحد مراجع الطائفة الشيعية موجود في قم المقدسة، أحد المراجع يفسر إلينا كلمة السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، شلون الحسين رحمة الله الواسعة؟ يقول لأنه ما ترك هذا الدم يسقط على الأرض فرمى به إلى السماء، لأنه لو سقطت قطرة واحدة لنزل العذاب، فصار الحسين هنا رحمة الله. فهذا سر الرحمة كما يقول الشيخ الخراساني في حقيقة إلقاء الإمام الحسين دمه إلى السماء، هذا هو مقام الحسين، وهذه هي عظمة الحسين. ولكن أسألكم بالله، هل قدر صاحب هذا المقام وهو في مدينة جده رسول الله؟ لا. أين يتوجه؟ مدينة جده، مسجد جده، قبر أمه فاطمة، قبر أخيه الحسن،
الأحبة كلهم بالمدينة. وين يروح؟ هنا الأمر الإلهي. يقول العلامة المجلسي: أقبل الإمام الحسين عليه السلام إلى قبر جده رسول الله مودعا. جاء إلى قبر النبي ورمى بنفسه على قبر جده ودمعته على خلقه وهو ينادي ويقول: جداه، أنا الحسين بن علي، فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك، فاشهد عليهم فلقد خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. ثم صف قدميه فما زال راكعا وساجدا إلى الله. وعند الفجر رمى بنفسه على قبر جده حتى أغفى على قبر النبي، رأى في عالم النوم رسول الله مع كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله، فاتحا يديه وقد ضم الحسين إلى صدره وهو ينادي: حبيبي حسين، كأني بك عن قريب مرملا بدمائك وأنت عطشان لا تسقى، ظمآن لا تروى، تقتلك فئة من أمتي وهم يرجون شفاعتي يوم القيامة. لا أنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة. كأني بالحسين يخاطب جده في عالم الرؤيا: جده خذني إليك، لا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا. قال له النبي: لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا، فإن لك بها درجات لن تنالها إلا بالشهادة. ضمني عندك يا جدا في هذا الطريق، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فزيح، فعسى طود الأسى يندك بين وأشاب الهم راسي قبل أبهان المشي، فعدا من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاع: يا Yeah.
إلى أن وصل إلى مرمي مصوب عيون